العزوف عن الانتخابات خيار يبدو أنه الأقوى في ظل استمرار هيمنة الأحزاب التي تصدرت المشهد السياسي منذ 2003. مواطنون من الناصرية رجحوا اللجوء لخيار المقاطعة وعدم المشاركة التي لن تغير من واقع الحال. تغير شيء من 2003 لحد الآن، الأحزاب نفسها وأي شيء ما راح يتغير، هي الوجوه نفسها راح تجي، بس مجرد تغيير أسماء وما سوونا أي شيء. أنا في محافظة ذيقار انتخابات المقبلة والجاية ما راح انتخب، ليش؟ هي نفس الوجوه نفس الأحزاب، يعني حتى إذا ترشح وتطلع وتنتخب يفوز ما جاي يفكر ببلده، لا يفكر بمحافظته، لا يفكر بهالعوائل اللي مظلومة، يفكر بجيبه، يفكر بحزبه، يفكر بربعه، وطمطم لي وطمطم لك وتطلع نفس النتيجة. فاحنا يعني مشتكى إلى الله، لا وزير يجيب، لا مدير يجيب، لا 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 رئاسة الوزراء تجيب، فاحنا مشتكى إلى الله، فانتخابات احنا من هسه يعني ما راح ننتخب. راح يكون عزوف بالنسبة على صعيد محافظة ذيقار أتكلم، لأن طبعا نفس الوجوه، وجوه وضعوها الأحزاب اللي هي وجوه شابة ومتكونة من عنصر نسوي وعنصر شبابي، هاي الوجوه كلها تابعة لمن؟ للأحزاب، لأن هم خلفها الكتل نفسها السياسية، إذا ما راح يصير تغيير وما راح يصير تغيير، ونحن ضد الانتخابات لأن ما طبقت لا حظر سلاح، لا مراقبة أممية، لا تشكيل مفوضية مستقلة، انتخابات لا تشكيل محكمة الاتحادية.